بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. منتخب تونس يكتسح منتخب جيبوتي 6-0. منتخب تونس بيقدر يكسب منتخب جيبوتي 6-0، واحده من النتائج العريضه جدا في البطوله حتى الان. المنتخب التونسي لو حابين نتكلم عليه، انا عارف كويس هتقول لي منتخب جيبوتي منتخب ضعيف، ومنتخب جيبوتي لا يمثل قوه المنتخب التونسي الحقيقيه، ومنتخب تونس مش معنى انه كسب جيبوتي 6-0 ان منتخب تونس جامد، ومنتخب جيبوتي منتخب ضعيف، ومنتخب جيبوتي اتلعب عليه وان سايد جيم. بص متفق معاك في كل اللي انت بتقوله، بس ياما شفنا منتخبات ضعيفه الفرق اللي قدامها رجعتها في المباراه، وياما شفنا منتخبات ضعيفه من كتر الاستهتار بتاع اللعيبه بتاعتنا المنتخبات دي بقت ند الند لينا. فلما انا العب مباراه وان سايد جيم، والعب مباراه مميزه جدا، والعب مباراه احترم فيها خصمي واسجل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وما اكلش ولا مل، فلا انا محتاج تحيه. والله محتاج تحيه. ولما تدور على منتخب تونس هتلاقي ان هو منتخب تكتيكيا واقف على رجليه كويس قوي، ومنتخب كل واحد في الملعب عارف دوره كويس، وكل واحد في الملعب عارف هو بيعمل ايه واخره فين واوله فين. المنتخب التونسي كل لعيب في الملعب فيهم عارف كده كويس قوي. المنتخب التونسي رغم التغييرات اللي كانت موجوده، رغم تغييره لعيب زي محمد وائل كلنا كنا مبهورين بيه الماتش الاول، شفنا محمد وائل النهارده ما كانش موجود جوه الملعب، رغم ان احنا كنا مبهورين بلعيب زي ياسين الدريدي ما كانش موجود النهارده جوه الملعب، ومع ذلك لقينا نفسنا بننبهر بلعيبه جديده في المنتخب التونسي. ده غير كمان ان احنا الماتش الاول اتكلمنا على فرج بننجيما ده لعيب مميز جدا، وبالنسبه لي واحد من افضل الاظهره اللي موجودين في البطوله. وطبعا لو حبيت تتكلم على يوسف اسنان ومحمد الضوي فهم لاعبين مميزين جدا. يعني منتخب تونس كمنظومه جماعيه مميزه جدا، كمنظومه من ناحيه القوه البدنيه اللعيبه كلها بسم الله ما شاء الله واقفه على رجليها، ودي تحسب للكابتن ناجح التومي. الايقاع بتاعنا ما بينزلش ويطلع زي اغلب المنتخبات اللي كانت موجوده، ده بالنسبه للمنتخب التونسي. منتخب تونس اللي انا لما عملت فيديو عن المنتخبات الافضل في البطوله قلت ان منتخب تونس بالنسبه لي هو افضل منتخب في البطوله حتى الان، ومنتخب تونس ما كسبنيش النهارده ولعب مباراه محترمه جدا قدام خصم نوعا ما يعني على قده شويه وهي منتخب جيبوتي، بس قدروا ان هم يحترموا المنتخب اللي على قده ده وقدروا ان هم يدوا له بدل الثلاثه 6. فتحيه كبيره للمنتخب التونسي على الاداء وعلى المجهود الكبير من كل اللعيبه جوه الملعب، بدايه من حارس المرمى. ثواني بس عشان تقريبا كده التشكيل ضرب. بدايه من حارس المرمى رائد الكازح زين الدين الساسي اللي سجل هدف جميل جدا، محمود غربال مساك كويس، فرج بنجيما اللي زي ما قلت لك واحد من افضل الباكات اللي موجوده في البطوله، رائد الجزيري ودمه بالمناسبه محترف ودنيزي الايطالي، النهارده محمد امين الورتاني ومالك المهري كانوا مفاجاه بالنسبه لي، اللي هو توقعت ان مفيش حد هيكون على مستوى محمد وائل او على مستوى يوسف، بس لقيت ان لا اللعيبه دي مميزه جدا واثنين بدلاء على اعلى مستوى. فتحس ان منتخب تونس بسم الله ما شاء الله عنده ترسانه لعيبه مميزه كتير في نص الملعب. كمان لعيب زي صالح البرهومي لعيب حريف جدا والكره تحت رجليه تستمتع جدا بيه، وهو بيعرف يطلع باصات كويسه قوي وتستمتع بيه، حتى لما الكره تتقطع بيروح يدور على ان هو يحاول يسترجع الكره. فبالنسبه لنا انا مبسوط جدا بلعيب زي صالح البرهومي. عزيز عبيد لعيب مميز جدا جدا جدا، محمد الضوي اللي سجل هدف جميل، ويوسف اسنانه الفرويد. منتخب تونس منتخب محترم، منتخب فعلا يستحق ان انت تتفرج عليه، ويستحق فعلا ان هو يكون من ضمن ترشيحاتك ان هو يوصل لادوار بعيده. اي نعم منتخب تونس هيلعب الجزائر الماتش الجاي، وده بالنسبه لنا ماتش خارج اي توقعات وخارج اي حسابات، لان ماتشات شمال افريقيا مع بعض الموضوع مختلف تماما. يعني حتى المستوى لو بيكون عالي في ماتش ممكن تلاقي الموضوع قدام الجزائر صعب جدا. المنتخب التونسي سجل 6 اهداف، محمد عزيز ثنائيه، محمد الضوي هدف، زين الدين ساسي هدف، وكمان رائد بوشنيبه اللي نزل بديل للفرويد، رائد بوشنيبه اللي نزل بديل ليوسف اسنانه سجل هدفين. وللامانه كان في لعيب رقم 11 اسمه تقريبا حمدي حاجه كده، حمدي ده لعيب مميز جدا ولعيب عنده قوه بدنيه غير طبيعيه، وقدم شوط تاني مميز جدا جدا. تحيه كبيره للمدير الفني، للمره مليون تحيه كبيره جدا لنجح التومي، تحيه كبيره جدا لكل القائمين على منتخب 2003 في المنتخب التونسي، تحيه كبيره جدا ليهم، واتمنى كل التوفيق للكره التونسيه. تاني وتالت ورابع عزيزي، المنتخب التونسي عمل دور اول مميز جدا قدام منتخب البحرين رباعيه والنهارده ثلاثيه جميله. منتخب تونس من المنتخبات بالنسبه لي المرشحه للبطوله. لو حصل اي دروب لا قدر الله مش بتاعتي يا اسطى، والله مش بتاعتي، انا عن نفسي اتمنى كل الخير للمنتخب التونسي. الف مليون مبروك للمنتخب التونسي على الاكتساح النهارده قدام منتخب جيبوتي اللي عارف كويس قوي ان هو منتخب ضعيف امكانياته على قدها، اتلعب عليه نص جيم، بس برضه تحيه تاني وتالت ورابع للمنتخب اللي خد الماتش بجديه كبيره جدا وهو المنتخب التونسي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو معلش اعمل سبسكرايب عشان انا زهقت من موضوع ال 740 مشترك ده، انا زهقت جدا منه والله العظيم بجد. اعمل لايك وسبسكرايب للفيديو عجبك، ما عجبكش برضه رايك واحترم.